ولاية فرجينيا تقدم ندوة بعنوان لماذا يجب علينا الاهتمام باللغة المحلية؟ يقدمها السكرتير الأكاديمي لجمعية اللغة النوبية والرئيس السابق لنادي اللغات النوبية ضد الدكتور علي. مساء الخير، ونشكر الحضور على تلبية الدعوة الكريمة في أول محاضرة لنا عن موضوع أتمنى أن يكون شيق، وهو موضوع اللغة المحلية. وفي البداية قبل ما أبدأ الموضوع عاوز أعرف نحن منو؟ نحن جمعية ثقافية اجتماعية أكاديمية، شغلنا الشاغل هو اللغة، عشان كده سميناها جمعية اللغة النوبية. فنحن معنيين في الأساس بتطوير ونشر وتعليم اللغة النوبية، وعملنا في السودان من 2005، وبدينا في برامج تمليك الحرف النوبي وكتابة تعليم الكتابة والقراءة للصغار والكبار. والآن بمجهودات كتار من المجتمع النوبي هنا قدرنا إنه نواصل نفس العمل اللي بديناه في السودان ونقلناه نفس التجربة هنا. والليلة نحن بصدد الكلام عن الموضوع الأساسي اللي بدينا به والحراك والنشاط كله، واللي فيه مجموعات كثيرة في السودان معنية به، وهو اللغة المحلية. والحديث يا جماعة عن اللغة، اللغة كده ككلمة قد يكون يعني كلمة مجرد يعني كلمة صعبة شوية، فأنا بحاول الليلة يا ريت أقدر أفصل وأحول الكلام لكلام مستسعر. لكن لا بد أن نبدأ بمحطات مهمة، وأول المحطات اللي عاوزين نبدأ بها بيقول يعني أكثر المصادر بتاعت المعرفة تبدأ المعرفة هي المصادر الفلسفية. فكده أنا هحاول أقول بعض العبارات الفلسفية اللي تكلمت عن اللغة. اللغة زادة ككائن مجرد أو ككيان موجود، فاستوقفتني وأنا بحضر الندوة دي بعض المقولات الفلسفية الهامة عن اللغة. مثلا واحد من الفلاسفة قال إن اللغة هي أول تفرغ للإنسان. اللغة هي أول تفرد للإنسان، وده واحد اسمه كيفن كيفن. ديكارت مثلا الفيلسوف الفرنسي المشهور والرياضي لما جاء قال اللغة وصفه بتعبير، قال إن اللغة هي ما يميز ما بين الإنسان والحيوان، كانت اللغة في دراية عميقة له لدور اللغة. في مدرسة فلسفية برضو اسمها مدرسة التحليلية، ودي في جامعة أوكسفورد وفي كامبريدج بدأت المدرسة الفلسفية دي، ورواده هم طبعا الفلاسفة المشاهير ناس روسل وفينشتاين ومور ومجموعة كوكب من الفلاسفة اشتغلوا شغل كثير، وكان أغلب أو مجمل عملهم الفلسفي حوالين اللغة. فمثلا تبنوا موقف فلسفي أو مقولة مهمة إنه اللغة بدونها بدون اللغة أي بناء اجتماعي لا يمكن. وأنا أفتكر ده رأي يعني فيه يعني very radical opinion إنه لا يوجد بناء اجتماعي من غير اللغة.
ايضا قالوا انه اللغه هي بتحمل اداه تعريف المعنى والايمان بل والحقيقه. يعني معرفتنا للحقيقه مرتبطه باللغه. بعض من ارائهم برضو قالوا انه اللغه هي عباره عن نظام تمثيل العالم. يعني انا عاوز امثل العالم ده في نظام باخد اللغه. مثلا بينشتاين قال انه تصوير الحقيقه يتم الحقيقه الفاكس الحقائق كلها يتم في اللغه. و جون سيرل مثلا فيلسوف امريكي هنا من مدرسه تعتبر مدرسة يعني متعمقة أكثر كمان من المدرسة التحليلية، اسمها مدرسة فلسفة اللغة. يعني اللغة بقى عندها برانش في الفلسفة. فقال إنه اللغة هي الفاندمنتال تمام كومبوننت اوف هيومن بينز. يعني اللغة هي الضرورة الأساسية لوجود الإنسان. وده رأي مطرف جدا عن اللغة، يعني عن أهمية اللغة. وأختم كلامي في المقدمة دي قبل ما نخش على تفصيل الموضوع المهم والشائف برأي واحد من الفلاسفة والأنثروبولوجيين المعاصرين الفرنسيين في كتابه النهج إنسانية البشرية. إدغار مورن ربط ما بين اللغة وبالتحديد اللغة الخاصة، يعني اللغة المحلية اللي احنا جايين نتكلم عنها، وما بين الإنسان وما بين الذهن وما بين الثقافة والمجتمع. وقال إن اللغة الخاصة يعني اللغة المحلية هي المنطلق الأساسي للجانب البيولوجي والإنساني والثقافي والاجتماعي، واللغة هي جزء من الإنسانية بل هي تمثل الإنسانية برمتها. يعني الإنسانية كلها مثلت علينا اللغة الخاصة. كون الإنسان نفسه بواسطة اللغة الخاصة، يعني الإنسان كون نفسه بواسطة اللغة الخاصة، واللغة الخاصة بنفسها كونت إنسانية الإنسان. يعني نحن إذا عاوزين نعرف إنسانيتنا بنعرفها من خلال اللغة حسب رأيي. فهي في دواخلنا، وفي دواخلنا توجد هذه اللغة الخاصة. نحن منفتحون بواسطتها إلى على ذواتنا ومنغلقون على الآخر في نفس الوقت بواسطة هذه اللغة. بهذه المقولات الفلسفية العميقة أنا عاوز أبدأ المحاضرة بتاعتي، واللي أتمنى أنها تكون محاضرة شاقة رغم أن احنا ماشيين في درس شائك جدا اللي هو المقولات الفلسفية والتنظير الفكري اللي تم حول اللغة. وباختصار عاوز أبتدي في عملية تعريف، نبني لنا تعريف على اللغة ونحاول نطلعها من الإطار التجريدي لحاجة ملموسة. نحن هنا بصدد الكلام عن لغتنا المحلية. طيب اللغة حسب علماء الاجتماع والفلاسفة اتفقوا على إطار معين تعريف نحن نمشي به. قالوا إن اللغة هي النظام الإنساني اللي بتواصل به، والإنسان بتواصل به في مجتمع معين. يعني اللغة لازم تكون عندها شنو؟ مجتمع معين تمام؟ وإنه من خلال اللغة دي بتعرف به ذاتها. يعني المجتمع ده زي ما الفرد عنده ذات، المجتمع كمان عنده ذات. تعريف الذات بيكون عن طريق شنو؟ اللغة دي. وهي المنظومة الجامعة للمفردات والأصوات النطقية. يعني المجتمع ده شال من الأصوات حاجة بتميزه اختار اختيار، وشال من الكلمات اختار. يعني بمثال مثلا المجتمع الإنجليزي عرف الحاجة دي ده قال تشيرز، اتفقوا على صوتيات وحاجات، اتفقوا اتفاق انه والله ليس يسموه تشيرز. العرب قالوا يسميه كرسي. المجتمع ده أنتج هذه الكلمات والأصوات
ورتبها ترتيب بحيث انها تعبر عن شنو؟ عن اصغاطه هو للاشياء في العالم. طيب اللغه هي اهم ادوات الثقافه وهي اصل النطق الانساني، يعني الانسان بينطق يتكلم من خلال اللغه، وتعبر عن الانسجام الاجتماعي المتوالد تاريخيا. لمجموعات سكانية فضلت العيش في جغرافيا معينة، اللغة كمان تولد زي ما الإنسان يولد في مكان، اللغة تولد في جغرافيا معينة وقد تتخطى الجغرافيا. طيب طالما نحن الليلة بصدد الكلام عن اللغة المحلية وبالتحديد عن لغاتنا المحلية، نحن جايين الليلة مجتمعنا مجتمع نوبي بتحدث لغة معينة اسمها نوبي، ولغة نوبين دي بتمثل لغة مجتمع معين أنتج في فترة معينة من التاريخ وأصبحت هي تمثل كينونة ذاتية. وطالما الحديث عن لغة نوبين، يعني نوبين واحدة من اللغات النوبية، لازم كمان نوري لغة نوبين دي مجتمع ده كان شكله عامل كيف. تاريخيا لغة نوبين بيقولوا إنها موجودة كلغة على الأقل 1600 سنة إلى 2500 سنة، موجودة كلغة. نوبين تنتمي إلى عائلة لغوية ضخمة اسمها عائلة اللغات النيلو صحراوية. عائلة اللغات النيلو صحراوية دي فيها لغات في السودان، في إثيوبيا، في لغات في السودان، في إثيوبيا، في كينيا، في أوغندا، في مجموعة كبيرة في مالي، مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية، يعني واحدة من المجموعات الموجودة في أفريقيا الأصيلة. لا توجد أي لغة في المجموعة دي خارج إفريقيا، كل اللغات دي تتم إنتاجها وين؟ داخل هذه الغارة السوداء، الغارة السوداء. بتضم 250 لغة، يعني النايلو صحارى اللانجوجز عددهم كم؟ 250 لغة، بيشتركوا في خصائص كثيرة. واحدة من أهم الخصائص اللي بيشتركوا بها إن هم المجموعات دي ما عندها أدوات تعنيس وتذكير، يعني ما عندهم فهم مذكر ومؤنث. يعني بيسموها بالإنجليزي جندر ليس، يعني ما عندهم فهم من ده جندر، يعني في الفرنسي مثلا الكرسي يكون مذكر، الترابيزة مؤنث، الكتاب مذكر، كده. في الألماني عندهم ثلاثة جذر، يعني مذكر ومؤنث وكمان الجماد. العربي فيه اثنين جذر، في لغات كثيرة فيها جذر، اللغات ما فيها جذر، جذر بس. لما يتكلم عن الجذر بس هنا كمان لازم تاخد حاجة، يعني في ناس بيفكروا إنه اللغات دي ما تطورت. يعني الناس يسألون الجندر ده عملية بتاع شنو؟ يعني حركة التطور بتاع اللغات. فهل إنه هذه اللغات نظرتها للرجل والأنثى والجماد متساوية؟ يعني الإنسان بشقينه ذكر وأنثى مع الجماد مع النبات مع كل مكونات الطبيعة هو واحد متجانس. وأفتكر ذي الهمة غنم ما يمثل غنمة التطور الإنساني، مساواة الإنسان مع الطبيعة، مساواة الإنسان في بعضه، يعني غنمة التطور الإنساني. داخل مجموعة النايل صحارى بنخش في مجموعة صغيرة كده اسمها الإيستر السوداني، فيها 300 لغة. الإيستر السوداني دي بتدخلنا كمان يا جماعة مع أهلنا التانين الماساي الدينكا المجموعات النيلية. قد يستغرب البعض انه ما علاقة الشماليين في نوبا باهل الجنوب لغويا فيلينك، وطالما لغويا فيلينك معناها جينيتيكلي فيلينك، لانه الشريط بتاع النيل ده مربوط. الليلة الزول القاعد في الماساي هناك والقاعد في أسوان مربوطين historically linguistically genetically.
بس الفوارق الثقافية اللي جد كبيرة بحكم تغيير الأديان، بحكم تغيير الحكام، الاستعمار، الثقافات الواردة عملت الديسكونكشن. مرة في حادثة واحدة من أخواتنا الحلباويات وشافني أنا بتكلم مع واحدة من دينكا، أختنا دينكاوية، الدينكا بيقولوا عبارة انقدم يعني أمسك ده باللغز ده انقدم، انتوا بتقولوا انقدم وفي المعدوم انقدم مش كده؟ أيوه. فعدوا الأعداد، قالوا لك الأعداد الأولى الخمسة قريبة أو شبه واحد ديج دينكا وفي النوير واحد. فالإيسترن السوداني اللانجوش ذا 106 دي قرايب، يعني احنا بدنا نقرب داخل الإيسترن السوداني في 26 لغة اسمها نورثن إيسترن السوداني. نورثن إيسترن السوداني دي كان فيها اللغة المروية. للناس اللي بتوع انه والله يا اللغة المروية اللي جاتنا واحدة على افريقيا وفيها مكون سامي ولسه ما اكتشفناه، نحن لغويا الآن هنا بنعمل بنصنف اللغة المروية داخل ما يسمى النورث ايسترن السوداني، ودي بتضم اللغات النوبية زائد اللغة المروية زائد لغة التامة زائد لغة في اريتريا اسمها النارا زائد بعض اللغات الموجودة اغلبيتها في السودان بعد النارا بس هي موجودة. فدي بتدخلنا مع اللغة المروية. بعدين داخل النورث ايسترن السوداني نحن نتفرد بالنوبين تنضم للمجموعة النوبية، والمجموعة النوبية هي عبارة عن 11 لغة فاميليز لكن داخلها في البطول. والنوبيان فاميلي دي دل أهلك، يعني دل الناس اللي إذا كان الجنوبيين أبناء عمك تمام، والماساي دل ناس البيت، يعني دل أخوانك دل اللي بيشاركوك في أكثر من مفردة وأكثر من تصنيف، دل اللي بيكون في تطابق كامل لعبارات وجمل. منو دل؟ موجودين في الشمال لغة نوبي وفي لغة إكستينكت اسمها دور نوبيا. في اللغة النوبية الغربية في لغة في مجموعة الميدو، والميدو ديل موجودين في شمال داركور، المركز بتاعهم اسمه مالحة عبارة عن جبل، وهم بيطلقوا على لغتهم تيدنال، يعني لغة الشعب تيدنال، قال عندهم الكلام، وتيد لغة باليد عندنا لغة الإنسان، يعني لغة الإنسان تيدنال، يعني إيرين بنجد يعني. وبعدين المجموعة النوبية الوسطى دي مجموعة كبيرة جدا، دي فيها هنا الدناغلة والكنوز، وبعدين فيها لغة البرجد ولغة إكستنت يعني لغة مغربة، وبعدين فيها مجموعة في جبال النوبة اسمها هيل نوبيان وهم بيسموا نفسهم اللجن، وهيل نوبيان دي هي ذات داخلها فيه لغات كثيرة، جبال الستة وجبل داير لغة الدلج الحجرات الكاركو الكاشا الوالي الفندا، مجموعة من اللغات الموجودة في هيل نوبيانس، يعني داخل جبال النوبة في مجموعة نوبية اسمها هيل نوبيانس، هم زي 26 عشيرة. دي المجموعات أنا ذكرت عليها اللي احنا بنصنفهم ل 11 فاميلي، نوبيان دي الأهل، This is your brothers، يعني الميلوبي أبوه في اللغة، والبرجداوي والمنقلاوي دي الأهل، يعني اللغة توين. ده ما يخص لغتنا وتصنيفها. نرجع تاني للموضوع الأساسي بتاعنا اللي هو
أهمية اللغة. طيب يا جماعة ليه يعني ليه نحن نهتم باللغة؟ أي صح الكلام بتاع الفلاسفة ده قالوا واللغة هي واللغة أصل الإنسان واللغة هي بداية تكوين المجتمع، المجتمعات بدأت باللغة وكل الكلام المنوع بتاع الفلاسفة ده. لكن برضو نحن الآن في عالم، ممكن واحد يقول نحن الآن في عالم عولمة، اللغات اتحسمت، اللغات العالمية هي الثابتة. يعني أنا ليه أرجع للغتي المحلية؟ يعني أنا نوبين ولا كافو ولا فندا ولا ميدوب ولا ماساي، يعني ما أنا خلاص ننتهي بلغاتنا العالمية اللي صنفوها لنا، البقى عربي يتكلم عربي، البقى إنجليزي يتكلم، البقى فرنسي يتكلم فرنسي، والعالم نفسه ماشي لغرية كبيرة. و ليه يعني منا ليه اللغة؟ ليه نعمل هيك ونعمل جمليات ونعلم لغاتنا للأطفال وللناس الكبار ونكتب اللغة ليه؟ طيب أنا هحاول أجاوب على السؤال ده رغم إنه سؤال صعب في الفترة الجاية، وأتمنى يكون عندنا زمن والحضور ما يقوم يعني يكون المحاضرة. طيب من واحدة من تعريفات اللغات المحلية أو اللغة بشكل عام إنها هي رمز للهوية. لما نقول رمز للهوية بنقصد به رمز للشعور العام اللي أنت بتعرف به نفسك. يعني أنا شاب، أنا إذن عندي لغة، أنا موجود، أنا إذن عندي لغة. يعني مثال كريم نأخذه بشكل رياضي، أنا ياباني إذا أنا بتكلم لغة يابانية، أنا ألماني هتكلم لغة، أنا صيني هتكلم لغة، طيب أنا سوداني هتكلم شنو؟ لغة سودانية؟ هل في؟ طيب وده ما ميز الشعوب المشت عن الشعوب اللي تخلفت. يعني واحدة من تفسيراتي أنا إن الشعوب المشت والشعوب اللي تخلفت هو الكلام الجاي، لأن اللغة بترمز للهوية الثقافية العامة. الرمزية دي مهمة جدا، لأنه بشكل آخر أنا عندي سيادة، يعني أنا بعرف ذاتي، أنا موجود عندي سيادة، معناها أنا عندي لغة، أنا إنسان زي الآخرين. أول ما ينتجه المجتمع يا جماعة هو اللغة، يعني المجتمع كده جماعيا بينتج اللغة. اللغة تعبر عن الأفكار، عن المبادئ، عن الفلسفة، عن الشخصية العامة، عن المفاهيم الجماعية، عن أي شيء أنت بتحمله هو اللغة. اللغة معناها السيادة الوطنية. خلينا نكون أمينين، السيادة الوطنية معناها الاستغلال. الاستغلال ده نحن عملنا استغلال سياسي سنة 56، نفعنا العلم، خطينا قلنا إنه والله نحن كوننا الدولة السودانية، ناس زعير رفعوا علم كوننا دولة الزعير، ناس تشاد رفعوا علم، لكن نحن كشعوب أفريقية في حقيقة الأمر لم نستغل بعض. لأنه أهم شرط للاستغلال ما أنجزناه. هل استغلينا ثقافيا؟ ما أفريقيا كلها يا إما فرانكونية يا إما أنجلو يعني بريطانيا يا إما عربية. عملية الاستغلال الثقافي لم تتم. نحن ما قدرنا نعرف نفسنا شعوبنا للعالم. لا يوجد الآن لغة إفريقية عالمية. لما نتكلم لغة إفريقية عالمية نستخدم في التجارة، في التعليم، في أي حاجة. عشان كده ما في إنتاج. نحن دي النتيجة جاينا. طيب اللغة تعبر عن الاستغلال الثقافي.
تعبر عن الاستغلال الثقافي يعني تعبر عن الحرية أنا موجود أنا حر أنا أعرف نفسي للعالم أنا شعب أنا موجود أنا عندي تاريخ كلنا بنقول والله يعني إحنا عندنا تاريخ طيب التاريخ ده معبر عنه شنو أين النوبية أنا بتكلم بشكل عالم النوبية ما موجودة الآن ما في أي لغة سودانية محلية لحد سنة 2011 كان يسمح بتدريسها في معهد الدراسات الأفرو أسيوية حاجة مضحكة خلاص يعني عملوا معهد في السبعينات سموه معهد الدراسات الأفرو أسيوية في السودان المعهد كان بيدرس أي لغة خارج أفريقيا ما عدا لغة الهوسة تقريبا حاجة الوحيدة يعني. بيدرس الصيني والروسي والفرنسي والهندي والياباني ولا يسمح بتدريس أي لغة سودانية محلية بعد ما انفصل جنوب السودان يعني 2011 تم عملية استغلال جنوب السودان أو ما نسميه نحن في الشمال انفصال وهم بالنسبة لهم استغلال ها بدو فكر والله يا أخي نحن يا أخي يعني كنا ظالمين الناس طيب ما في لغات محلية بدو يا نوبين تعالوا نعمل لهم منهج يا نوبا ماونتين تعالوا يا بيجا يا هدندوة نحن قصرنا معاكم فده الحاصل اللغة تعبر زي ما قلنا عن الاستغلال الثقافي تعبر عن كمان اللغة يا جماعة بتعبر عن الموروث المعنوي الثقافي لما نقول الموروث المعنوي الثقافي أنا قصده حاجتين أساسيات الفولكلور والثقافة المادية الفولكلور يعني التراث الشفاهي يعني أي حاجة كده بننطقها والعادات والتقاليد بتاعتنا والفن الشعبي يعني كل ما يتعلق بحياة الإنسان إذا مسكنا التراث الشفاهي نلقى اللغة بتحفظ لنا الحكاية الشعبية كومانشي بتحفظ لنا الشعر الشعبي بتحفظ لنا الحكم والأمثال الألغاز الشعبية كل ما يمثل التاريخ الشفاهي بتاعنا والإبداع الشفاهي بتاعنا إذا فقدنا هذه اللغة حصل لنا شنو؟ بتر للثقافة دي الحاجة الكويسة في مجتمع نوبين الآن بدأ ينشط إنه في الحتة دي يعني والله يا أخي الشعر الشعبي ماشي كويس الحكاية والأمثال ونحن عاوزين نشجع المهتمين بالجانب ده لأن ده جانب مهم يعني بيحفز المجتمع العادات والتقاليد العادات والتقاليد لكن محاربة لأن الثقافة الموجودة الثقافة العربية قد ما يتماشى مع ما الآن مثلا الترند والله الناس شوية التزموا دينيا تمام فبدوا يتخلصوا عن كثير من العادات يعني الطقوس العبور الميلاد الختان الزواج الوفاء الليله لما نمشي لهرس نوبي تلقى الزفه المصريه والعروس بترقص بالاجنبي يعني ما موجود بيجينا احنا مالتي كلتشر يعني ما في حاجه بتاعتنا يعني مثلا لكن ده كله جاي من عدم الاعتزاز بالزول بوجوده يعني الانسان لما يكون ما هو ما عارف ماشي وين بيلبس اي حاجه يعني تلبس الطاقية المصري وعباية السعودي تبقى ما انت لأن اللغة هي رمزية لذاتك الإنسان لما يبقى اللغة بيبقى ذاته بيبقى حايم ساية ويني يعني ممكن يتغمص أي شخصية فعشان كده دي حاجة مهمة جدا وفي كتار من أخواننا الليبراليين والتيارات الموجودة في اليسار هنا وهناك
بتقول إنه والله دي رجعية ودعوة للرجعية والناس تمشي لحاجة اسمها اليونيفرسال. يا جماعة ما بشوفكم بموضوع اليونيفرسال ده. زول فقد نفسه مشى كده في الشارع سايق مشى ملط يعني بعدها بلبس أي لبس زول تاني قريب منه. ما هيرجع لنفسه، لما ما يرجع لنفسه معناه ضاع. ضاع معناه خش في دائرة زول تاني. خش في حتة زول تاني. وعشان كده مجتمعنا السوداني الآن لو بنمشي في الغربة بنجي ما عندنا حاجة يونيك بتاعتنا. يعني احنا بنجي ناكل ونلبس ونشرب وزن دوائر آخرين. لكن ما عندنا كوميونيتي يهود، ما عندنا. شوف الاثيوبيين، الاثيوبيين الاثيوبيين المجتمعات المحافظة حتى هنا عندنا في أمريكا على وجودها وكينونتها ما بيهزروا في ذلك. يعني مثلا أنا من ما طفل ما شفت تاني زار مذكرين الزار يا جماعة انتهى تقريبا انتهى خلاص. يعني مثلا الولادة، مثلا طقوس الولادة النوبية كان عندها حاجات معينة كده هسه ما موجودة. ما هو ولد ودوه يعمل له في الميناء ولا في البحر ولا يعني الطهور أو الختان. يعني الحاجات ما يصاحبها الحين كان يودونا مثلا بيت الطهور ده للناس زي بيت العرس يعني برنامج. واحد يمشي يتفرج وزول المطهر لابس كيف وكذا وكذا. الحاجات دي خلاص الواد يمشي يودوه يطهروه في الدكتور وكذا يعني انتهت الحاجات. الحياة دي هي اليونيكنس دي هي اللي بتخلق من الشعب كينونته. واحدة من الحاجات الثانية الفن الشعبي. الفن الشعبي ما هو الرقص بس وإن كان الرقص جزء مهم، ولا هو الموسيقى بس وده الجانبين اللي احنا حافظنا عليهم، لكن في جوانب ثانية مهمة. الرسم والنحت والبتاع زمان انتوا شوفوا جدودكم ليه كانوا بينحتوا كيف؟ تماثيل وآثار ومعابد وكنائس ويعني شغل كبير. فيما يبدو نحن فقدنا جزء كبير من مكوننا يعني شخصيتنا الإبداعية، لأنه الآن ما في زول بيزين بيته. زمان لحد فترة ما يعني سي 100 سنة البيت اللي هو بدا يعني ديكوريشن عالي ألوان ويجيبوا من الطبيعة وألوان أخضر وأحمر وكده. والنسوان كانوا هم اللي بيبنوا البيت والكنداكات. البيت النوبي كانوا بيزينوا النسوان. الآن نحن حصل لنا انقطاع من الإبداع. ألعاب الشعبية، رياضات، فن الطهي، فن الطهي، المطبخ الصيني، المطبخ الهندي، حتى بزنس يعني. المطبخ الأثيوبي، المطبخ الفرنسي. وين المطبخ النوبي؟ عالميا ما موجودين. حتى وين المطبخ السوداني؟ الثقافة المادية، لما نتكلم عن الثقافة المادية أنا شايف إنها مهمة جدا هنا، لأنه دي مربوطة بالإنتاج يا جماعة. الثقافات المادية يعني الملبوسات، المصنوعات اليدوية، أدوات الزينة سواء كان للمرأة أو للمكان، الأدوات المنزلية، المعماريات، الرسم، النحت، كل الأشياء ثقافة مادية. أتمنى أنكم تمشوا المتاحف تشوفوا كيف كان ينتج السودان أو النوبة لحد يقول 700 سنة. ولماذا انقطعتم من الانتاج ده؟ يعني ما حصل فترة من فترات الحضارة النوبية ما كان في إبداع تلمسه يعني بتشوفه في الآثار الموجودة في كمية الإبداع الموجود. وكيف إنه الإنسان كان بيتمتع بحاجات يعني فن؟ وين الآن؟ الشعوب عبرت مدارس النحت العالمية والرسم نحن ما موجودين في العالم، ما بعمل دي.
اي شعب ما قاعد ينجد ها هو خارج يقول واحد سألني سؤال قال لي يا اخي ليه النوبيين كل ما نعمل يعني انا ما ادري الناس تكون متاخرين لكن ليه نحن كل ما نعمل مناسبه والناس بتكون متاخره ليه ما يعني نحس بالزمن قلت له يا اخي لانه انا حجاوب على الحته دي في المحاضره لانه يا جماعه اي شعب بيفقد الخصائص الانتاج ما قاعد يحس بالزمن الزمن بالنسبه له اي شعب مستهلك الزمن بالنسبه له حاجه ثانويه لما تنتج الزمن بالنسبه لك حاجه مهمه اديته مثال قلت له زمان انه كان يزرع الزراعه مربوطه بالساقيه الساقيه تكتي يعني زمن الساقيه الساعه بتاعت الساقيه مربوطه يعني هو اذا ما سقى في الساعه الفلانيه كده او طبعا التقدير ما البتاع ده معناها حتفوت عليه اذا ما سقى البلح كده اذا ما عمل كده في الموسم يعني الزمن عنده فاليو تفقد الانتاج انت فقدت الفاليو بتاع الزمن فقدت اللغه انت فقدت الاحساس بالانتاج وده حنمشي في اخر حته لانه شايف الزمن قصر وانا يمكن نختم بها الندوه التنويريه مخاطر فقدان اللغه المحليه نحن اتكلمنا كثيرا عن اللغه وميزاتها وحاجاتها طيب يعني شنو لو فقدنا اللغه يعني شنو ما هو حينبقى زي ما نحن السودان الان دوله متخلفه في كل شيء حتى في الجانب الانساني اول شيء تخلفنا فيه هو الجانب الانساني لانه فقدنا جزء كبير من وجودنا كينونتنا هذه اللغه الان انا بدي اتكلم معكم بلغه جايه من صح اللغه العربيه صح ليه انا اتكلم بالعربي ده سؤال فقدان اللغة المحلية أول حاجة بيعمل شعور بالانفصال بين الذات والإنسان يعني أول حاجة نحن قلنا اللغة أداة تعريف الذات فقدت لغتك معناها فقدت الارتباط بالذات فقدت الارتباط بالذات معناها حصل حاجة ما بينك وما بين البيئة يعني الإنسان والثقافة والبيئة مثلث زي ما يسمون متساوي الأضلاع ولا مهم مثلث مكتمل ما بيكتمل المثلث ده إلا إذا اكتملت الأركان بتاعته الإنسان المتفاعل مع ثقافته في بيته بينتج بيبدع بيطلع حضارة الإنسان المضطرب يعني الإنسان عنده مشكلة رفض ثقافته لبس حاجة زول تاني في نفس البيئة بيحول بيته دي لعكس للتخلف عندي مثال دائما في محاضراتي محاضرة كده أنا حاول أرسلها لكم بتسمع عن صوبة عملت المقارنة بين صوبة والخرطوم صوبة نفس الموقع حصل فيه الخرطوم هو صوبة صوبة مدينة تاريخية قبل المسيحية كان موجودة يعني من أيام مروة مدينة صوبة أو صوبة مدينة مروية تابعة لإقليم المطانة إقليم مروة موجودة في نفس حدود الخرطوم الحالية تم تدميرها على يد الأكسوميين الغوزاء ناس أكسوم عندهم ملك اسمه أزانة بن ميدا جاء غزا من بلاد كوش يعني غزا مروي وحصل التدمير للمدن المهمة واحدة من المدن اللي تم لها استهداف كانت صوبة دمر الصوبة تماما بعد 150 سنة بقت أهم المدن في الممالك المسيحية المملكة المسيحية الجنوبية اسمها علوة أو ألوديا صوبة كانت مدينة عريقة عظيمة في الأغاني زمان كانوا بيغنوا في صوبة أنا ما أعرف مستوى حبوباتنا في السكون عندهم في الأغاني صوبة بيذكروها يعني خراب صوبة يعني مدينة يعني أقل شيء ممكن نقول إنها كانت مدينة فيها يعني من الأمار والزينة
ما يفوق أي مدينة في إفريقيا أو في العالم. أثرى زي ما قال واحد من الغناء اسمه ابن الغين أثرى وأجمل المدائن. صوبة في تحالف العبد الله مع الفونت 1504 تم تدميرها. الآن الخرطوم في نفس الجغرافيا، نحن اخترنا عاصمة لبلاد السودان. الخرطوم فريق غرنوها لنا بأي عاصمة، حتى العاصمة جنبنا يعني. حتى الدول اللي احنا شايفينها أقل منها. بأدس مثلا الخرطوم يعني معماريا وتعد من العواصم المتأخرة. طيب لماذا نجحت صوبة تاريخيا وفشلت الخرطوم؟ أنا جاوبت على السؤال ده في محاضرة وممكن، لكن أنا أعزي واحدة من الأسباب المهمة إنه صوبة لم تفقد ثقافتها، وإنسانها كان مصالح مع بيته وثقافته، وإنسان أفريقي غاية، إنسان الخرطوم الحالي الآن ما معروف ذاته ومعرف نفسه عايش ما بين عالمين، مرة ما متأرجح هو عربي بسحنة إفريقية. حصل له استيلاء لعالم ثاني. إذا الانفصال الذاتي بيأثر على عملية التطور. تطور معناها تدهور الإبداع الجماعي، أتكلم هنا الجماعي ما الفرد، عشان الناس ما تفهمنا غلط. ما معناه إنه السودانيين فرديا ما مبدعين، لا، أنا بتكلم عن إبداعنا كجماعي، إبداعنا كشعب. الشعور باللاوطنية، لأن طبعاً إحنا بدينا من البداية قلنا يا جماعة الشعور بالاستغلال الثقافي والحرية الثقافية موجود في اللغة، أنا موجود في العالم معبر عني، أنا موجود حر ثقافي مستغل. إحنا استغلينا السياسية لكن لم نستغل فكرياً أو ثقافياً، وعشان كده هلا السودانيين دائماً ما عندهم إحساس بالوطنية. تلقى السوداني يعني آخر حاجة يزعل ليها الوطن، آخر حاجة ينتمي لها تراب الأرض. ونحن من إشكالات الخطيرة جدا في الشخصية السودانية الحديثة. بعدين الشعور بالانهزام النفسي، يعني كثير من المجتمعات السودانية دي حصل لها انهزام ثقافي، انهزام نفسي، فأثرت إنها تنتحر يعني ثقافيا، خلاص يعني نرضى بالواقع كده، يا أخي ما خلاص نحن عرب. نحن يعني خلاص نحن تبع مصر، نحن تبع السعودية. شوفوا الآن مرحلة الانحلال الفكري والثقافي وصلنا له، نحن الآن عاوزين نخش الخليج، عاوزين نخش الخليج، عاوزين نبقى خلاجة، عاوزين نبقى حاجة. في سودان يربوا يهود، في سودان يربوا خواجات، يعني حاجات كل واحد داير يلبس شكل تاني. أنا بشكر مرة تانية الحضور، وأتمنى أن تكون المحاضرة أو الندوة القصيرة دي هاي قدرت توصل ولو قليل من الرسالة. وأنا أكتفي بهذا الغدر وأجيب هنا، ولو في فرصة للأسئلة أو التعليق. أشكر نورتور، هي محاضرة قيمة جدا برأيي، تكونوا استوعبتوا شيء من الحديث ما قال معلم التخاطب. فنداري سؤال قبل ما افتح الاسئله، يقول طيب هو يتكلم عن اللغه النوبيه النظريه وتاريخه واهميته، فنحن هنا حسين الدور عايزين نعمل شنو؟ في كلام طبعا حسين قال الرمز للهوية، تاريخ، تراث، وعادات، حاجات كثيرة. طيب عشان نمشي في تاريخنا وتراثنا، حسين لو لاحظت نحن ذات ننتقل هنا في أمريكا أو في واشنطن دي سي، اللي بيجمعنا شنو؟ ليه نحن مسلمين؟ نحن بحرين سودانيين ما بين اللغة جماعة، اللغة دي نعرفها، حتى ما بتكلم كويس برضه لسه بياخذوا الحب للغة يعني. فعشان اللغة دي ما تمشي، عشان اللغة دي ما تروح،
لازم نعلم أطفالنا الأول والناس المخرطمين اللي تبقوا برا. الحمد لله نحن يعني في كثير مننا تملكنا الحروف، والبرنامج النادي اللغة النوبية اللي عملناها نحن عايزين نستمر فيها علشان يعني نطور كتابتنا تحدثنا. وكنا عارف طبعا النيلوري كان اساس للناس اللي حاولنا نتصل عليهم ونواجههم، بعدين ما لكن للاسف الشديد برضه جيناهم في بيتهم برضه ما واجهونا. فنتمنى انه تعالى نعمل دعايه تاريخ ونعمل اهل. فنشكر النوبة الشوط الثاني على الهواء الطيب. لو في اي ميول داير استفسار او يسال تفضل. يعني ما ضروري في الحياة النظرية يعني واحد يقول حاجة. تعقيب ولا بس؟ لا لو ما في تعقيب ممكن. في تعقيب لكن ما عندي سؤال، لكن تعقيب بسيط. تعقيب بسيط عن اللغة. شكرا شكرا لكم كلكم، وشكرا لاخونا الاستاذ بنطول، وشكرا لاخونا الاستاذ متوكل. بالمناسبه الليله كان يوم التخريج بتاع كلاس اللغه النوبيه النوبين في ولايه ماريلاند، فنحن الثلاثه جايين من التخريج جينا على النبي الاول. ف داير انا عندي مغاربه كده بسيطه للغه، داير اقول لكم يمكن تكونوا سمعتوها وقلتها كثير وكده. اللغه انا بشبه اللغه بحاجه الصحن، صحن القراصه مثلا، قراصه ملوحه ولا قراصه ملاحه خضر ولا اي ملاح ولا اي كذا. الصحن اللي فيه القراصه والملاح، الصحن ده الصحن هو اللغة. القراصة والملوحة اللي جوا الصحن هي الثقافة الكلشة. البني آدم بيشيل ثقافته ولغته ثقافته داخل لغته. يعني الإنسان بيقول أنا نوبي، النوبية الإنسان بيظهر في لغته، زي ما قال الأستاذ الصيني بيتكلم لغة صينية والفرنسي بيتكلم لغة فرنسية، لكن في السودان الناس شالوا منهم الحتة دي. عشان كده أنا أوضح المسألة بتاعت اللغة بالصحن والملاحة والقراصة والملاحة جوا الصحن. الصحن هو اللغة. الصحن ده لو وقع متكسر في الوضع الزول بيقدر يشيل الملاح والكسر او الملاح والقراصه ياكلها من الوضع؟ طبعا ما ممكن. فمهم جدا الحفاظ على اللغه، لانه اللغه هي المعون اللي بتحمل الثقافه. يعني بدون لغه ما في ثقافه نوبيه، بدون لغه نوبيه ما في ثقافه نوبيه. اللغه هو الصحن المعون، والثقافة هو الأكل اللي جوا الصحن ده، أو زي ما بيقولوا بالخواجات the language is a container of the culture. فبس حبيت أوضح الحتة دي المغاربة بتاعت اللغة والثقافة بالصحن والملاح. شكرا. أنا عندي سؤال، علاقة اللغة النوبية بتكلموها هسي باللغة المروية؟ زي ما أنا قبل قلت في ذات المحاضرة في التصنيف إنه اللغة المروية هي موجودة في ذات المجموعة. يعني إذا هي موجودة في ذات المجموعة النورث إيسترن سودانيك، ده معناها خصائص اللغة
المروية وخصائص نوبين قريبة جدا، يعني جراماتيكلي يعني بشكل قاموسي وبشكل نحوي نحن قريبين، وفي كثير من الكلمات المروية موجودة في اللغة في لغة نوبين، وده ما سر يعني دي حاجة يعني مثلا على سبيل المثال أنا بعرف كلمتين على الأقل، يعني في كلمة السيف أنت بتقول فرن بالمروية فرن تمام، وتاني مثلا كلمة الشرف يمكن كلمة للحبوبات في السكوت يعني أنت سمعت الكلمة دي قبل كده؟ أيوه. وفي المروية نطق قريب لده يعني. الناس اللي حسب حاله تؤلينيت إنه المروية من هناك الدراسات الأخيرة اللي تمت لغوياً بتربط اللغات دي كثير، يعني اللغة المروية والنوبية، وخاصة صديقنا وأستاذنا الدكتور كلود ريلي أستاذ الدراسات المروية الفرنسي والآن رئيس القسم الفرنسي الأثري، فهو لغوي وأثري موجود في السودان، وصل دي حاجات كثيرة جدا، والتصنيف ده تم الاتفاق به مع كمية من اللغويين يعني الدكتورة أنجيلي فنجاكوري واحدة من الدكتورة الكبار الشغالين في جامعة كولون شغالة في اللغة دي يعني، فوصلنا الآن إلى تصنيف إنه والله المروية هي الآن مصنف يعني باختصار كده إذا كان في البروتوتايب نوبي يعني إحنا حنسميها اللغة النوبية الأولى إذا جمعنا اللغات النوبية كلها في اللغة النوبية الأولى، اللغة النوبية الأولى دي أخت المروية، ده باختصار بلخص ليك العلاقة، إذا كان في اللغة النوبية أولية بروتوتايب نوبي، البروتوتايب نوبي دي بالضرورة تكون قريبة جدا من المروية، واللغة المروية خصائصها موزعة على اللغات النوبية الحسنة، يعني جزء في الميدوم، جزء في لغات الهيلنوبيانس، جزء في النوبين، جزء في الدنجلاوية، يعني لا يمكن فصل اللغة المروية أو فهم الآن وده الاتجاه الجديد في الدراسة من غير دراسة هذه اللغات النوبية الحية الموجودة. في معلومه بس نقطه كده دايره اوضحها، نقطه كده دايره اوضحها شديد مهمه جدا، السودانيين بيفتكروا يعني الناس الناطقين باللغات النوبيه بالذات النوبيين او الانداني اهلا في الدنجله بيفتكروا انه ده نوع من العنصريه او كده الناس لما يعني تحافظ على لغتها او تتكلم اللغه وكده. انا شخصيا في مفهومي يعني أنا شايف به وبفهم به الشعب السوداني ده كله هو نوبيا، هم نوبيين، يعني النوبة ما أنا عندي في فهمي النوبة ما من دنجلة ولا الشمال، لا النوبة هو كل السودان. السودانيين في لحظات زي ما شرح الأستاذ تخلوا عن لغاتهم لحاجات سياسية، ضغوط سياسية معينة، ظروف تاريخية معينة، في ناس تخلت عن لغات وفي لغات اندثرت زي أخونا كان أستاذ مبتول قال لغة منو الميدوب ولا يا لغة البرقل، لغة البرقل واحدة من اللغات النوبية اللي انقرضت، أهل البرقل هسا بيتكلموا اللغة الدارج العادي السوداني العربي الدارج ده، لكن ده ما معناته إنه هم عرب، يعني العروبة ما باللون ولا باللغة، اللغة السودانيين ده كلهم كانوا بيتكلموا اللغات الموجودة اللغات النوبية الموجودة. فنحن ما بن يعني لما نجتمع عشان نحافظ على تراثنا ولغتنا ونديه للأجيال الجديدة دي ما عنصرية، هو ده امتداد لتراثنا وثقافتنا، وبعدين نحن ما بنفرض على أي مجموعة لغة معينة، لأنه زي ما بيشرح الأستاذ اللغات النوبية هي من ضمنها اللي نحن بنتكلمها في محس والسكود وحلفة وفي مصر برضو دي اللغة النوبين، نحن نحافظ عليها لأنه دي ثقافتنا ولغتنا، وأهلنا الأصحابين اللغات النوبية الثانية يحافظوا على لغتهم، ليه قدام الناس بتخلق بتقدر تجي تخلق لغة مشتركة بالأساس والجذور اللي بيتكلم عنه الأستاذ دي يعني
اللغات النايلوتكس وكده. فالمفهوم ده مهم جدا انه نحن نثبت انه نوبيا مش المجموعات الساكنة من دمولة ولا شمال، نوبيا هو السودان كله. لكن مش فرض، مش فرض على الناس يعني، مش قطع رقبة، لكن نحن بنفهم كده انه نوبيا هو السودان. كلمة سودان زي ما شرح الأستاذ برضو ما في حاجة اسمها اللغة السودانية. في السودان حسب الاسم السياسي، عارفين في ظروف سياسية معينة اسم البلد اتغير من بلاد النوبة للسودان، وأسماءنا نحن ذاتنا برضو في ظروف تاريخية اتغيرت من أسماء محلية إفريقية نوبية كوشية لأسماء عربية معروفة. لكن نحن بنشمل الثقافة اللي نحن عايشين فيها واللغة اللي بنتحدثها ده ملك الشعب السوداني كله، حق الشعب السوداني. وفري لأي سوداني نحن ما يعني ما عطية من مجموعة معينة يقول والله نحن بندي فرصة لمجموعة اسمية معينة ولا كده، لا، ده ملك تاريخي ساهم فيه كل المجموعات السودانية. شكرا. كنت عاوز أعقب على نقطة مهمة واللي هي عمل اللبس له في اللغات. يا جماعة دائما في المفهوم الحديث بتاع الدولة، بالذات الدولة الاستعمارية، الدولة الكولونيالية جاب الخواجة، إنه والله ربط الدولة بلغة رسمية. دائما في أوروبا كده، يعني في أوروبا النظام فيه ثقافة واحدة واللغات كلها بتصير عشان تكون لغة واحدة. الكيس ده او الحاله دي ما موجوده عندنا في افريقيا وبالتحديد في السودان. عشان كده احنا فاشلين الان سياسيا واحنا بنصراعات. احنا مجتمع متعدد ثقافيا، متعدد لغويا. ما مر علينا مرحله في التاريخ ما كان فيها تعدد ثقافي، حتى داخل الحاله النوبيه احنا متعددين. فلما كان مثلا اللغه النوبيه بتتكتب، يعني اللغة النوبية القديمة كانت بتتكتب، ده ما معناها إن اللغات الكونغولاوي والأجم بتاع ما موجودة. كل مجتمع كان حافظ على لغاته الخاصة المحلية، واتفقوا سياسياً إنه واحدة منها تبدأ لغة رسمية، أو اتفقوا إنه يعمل الشكل ما بتاع لغة رسمية. لكن في ذات الوقت اللغات الخاصة كانت موجودة وحاضرة. نحن ما بنشبه التطور بتاعنا، ما بيشبه الخواجه. المدرسه بتاعت الخواجات كسر رقبه، والله الناس تعمل مدرسه بتاعت لغه واحده، الشعب يتكلم واحد، خلاص اللغه الرسميه واحده. احنا ما عاملين، احنا مجتمعات متعدده ثقافيا في كل شيء، واول حاجه هي اللغه. وعاوز ارجع ثاني للمفهوم بتاع ان اللغه الخاصه يعني هي بتمثل الانسان، والانسان كون بها انسانيه. اي زول بيحس بانه هو لازم يتنازل اللغة الخاصة عشان يرضي زول تاني، أنا أعتقد ده يعني اتجاه خاطئ. عشان تكون إنسان أول حاجة اعترف بذاتك يعني موجود. وأنا أخلي الفرصة تصدقوني لأي مداخلة. خلينا نختم في سؤال كده أو قراية مثلا عن اللغة ذاتها. كانت مكتوبة في الأول طبعا في المدارس بفترة كده الشباب يجوا ناس بحثوا فيها من كل بدري كار كبار وزيت بدري. فليه في فترة معينة اللغة ما تكتب؟ في ناس بيقول لي لأن اللغة لما كانوا بيكتبوا بالطباعي بس ناس الكنائس ناس الحكومة والدينيين يعني الشعب العادي ما كان بيكتب. أغلب النصوص اللي هنا نصوص دينية، 90% من النصوص اللي هنا مكتوبة في غصر إبريم أو في نونجلا أو في غيره هي نصوص مربوطة بالكتابة. والكتابة العشرين ما كانت بس لناس الكنائس،
بعدين ده يعني واحد من أسرار المجتمع الديني أو المجتمع المسيحي كان موجود في مصر. واحدة من النصوص بيظهر ناس عاديين بيقدموا وعظة مما يخلو منه عملية الوعظة زانا ما كانت بس للكليب للأسقف أو الشعب زان بيشارك الوعظة بيكتبوا الوعظة بتاعتهم الراجل والبدر كله مقسم عليه فإذا عملية الكتابة كانت منتشرة في المنطقة لكن دخول الإسلام والتهديد بتاع الفاطميين وتحديد بتاع الدولة الإسلامية الموجودة في مصر بمختلف مسميات التاريخية لحد الفاطمية يعني هي عملت عامل أساسي في الكتابة ومحاربة الثقافات الآن اللي كان بيكتب معناه مسيح وأي واحد كان بيحاول يهرب من الحتة دي يعني ويحاول يعني يكتب بالعربي يعني هيكتب باللغة هيكون هو لسه بيدين ده يعني أي واحد بيحاول ينفي التهمة بتاعت الكتاب. بس هو الحاجة الثانية الكتابة ذاتها نظام هي مربوطة بسيستم كامل بتاع دولة. الدولة انهارت ما في ملك. الدولة انهارت. الدولة انهارت اوتوماتيكي يعني الرسمية بتاعت الكتابة انهارت. ولا تعمل نقطة الناس اللي تختلف